في جبدة الحوايج ديال الصيف. كتشوفوا الشتا، كتشوفوا الجو، يا سلام. يلا نبداو النهار. السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد معايا. ما ديوش عليا هاد اللبسه هادي، داكشي كلشي مزخرف لانه راكم شفتوا في الفيديو اللي قبل حيت الحوايج ديال الشتا وهذا، واليوم صباح الجو شويه مغمم، شويه كتبان الشمس. المهم نتمنى ما تبقاش العشيه، لانه اليوم في هذا الفيديو ديال اليوم معروضين عند جد ديال بوراك، غادي نديروا ان شاء الله الشوا عندهم تمايا في الجرده، فغنديكم معايا ان شاء الله هذه المره. ديما كنمشيو كنديروا بزاف الحاجه ما كنصورش، قلت هذه المره هذه اجي نصور لهم في الحيويه والطاقه. هادشي كلشي نقول لكم السر ديالو، وهو سبور 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 سبور، كيخلي فيكم واحد لينيرجي، واحد الحيويه راه ما تخيلوها. الناس لي سبورتيف وديما كيمشيو سبور ديما حركين، هما اللي غادي يعرفوا وغادي يفهموا هضرتي هذه. انا صراحه شحال هذه كنت كندير سبور، من بعد حبست منه بسبب القرايه، لانه كنت كنمشي ديما. من بعد بديت هكا شويه بشويه، فين ما كنحس براسي ماشي هذه كندير شويه سبور وكنحبس، حتى كنولي كيما بغيت وكنحبس. لكن هذه المره هذه قررت ان شاء الله نكمل، انه نبقى دائما ندير سبور، لانه سبور دابا بغيته لواحد الدرجه ما تخيلوهاش، لانه هزني من خوله لخوله اخرى، يعني بدلني بزاف، بدل لي لينيرجي ديال ديك الديبرسيون اللي كنت كندخل لها في كل مره. غير شي شويه، ماشي شي ديبرسيون زعما اللي كبيره تخلعكم، مي راه كل واحد كيعيش نورمال، كتولي طالع لك الدم من كل شيء، ما باغي دير حتى شي حاجه، باغي تبقى متكي، ما باغي لا تخدم، ما باغي حتى شي حاجه. انا كنت كندخل ليها بزاف، فهاد المره هادي بالرياضه الحمد لله يعني لقيت راسي حيويه اكثر، فهادشي اللي خلاني نصور لكم اليوم صراحه فيديو. كيف ما شفتوا في الصباح جمعت البيت، دابا جيت جلست هنا نهضر معكم، وغادي نمشي نصوب ليا الشاي ديال المورينغا. هادشي هذا فيه المنافع بزاف، وكنظن انه مزيان حتى لصحاب السكر، الناس اللي كيعانيوا من السكر. الصراحه كانت كتربو ماما مع اتاي، وكانت خلاته ليا هنايا، وعرفتي فاش شفتو نفرح واحد الفرحه. هو راه كاين هنايا، ولكن ملي شفتو فرحت واحد الفرحه ما يمكنش، قلت صافي ها هو عندي، دونك غادي نشربو حتى هو مزيان بزاف، تدخلوا تقلبوا عليه. كيف ما شفتو طرفت غير هنايا الصالون، لانه اصلا ما كيترون ما حتى شي حاجه، فهمتوا واحد، لانه حنا جوج الناس ما كنرونوش بزاف، من غير لكن هنايا في الوقيته اللي كيكون مثلا بوراك فيها، حيت هو ما كيشدش دائما الويكاند السبت والحد، كيشد بعد مره حتى وسط السيمانه، وهذا بحال مثلا اليوم الحد خدام، غادي يجي من الخدمه يهزني وعاد غادي نمشيو ان شاء الله للعراضه ديال اليوم. الله تبداو معايا النهار. مرحبا بيا مره اخرى في اليوتيوب. Literally, the last time you came on, it was unbelievable. The idea that you've always talked about how you learned about things the hard way. There were always challenges, and even at school here at the Thornton School for Music, she's a senior, and it was so awesome. Because I live on the other side of the country, and notice it's being a different way to feel. And so in that moment, this is so stupid. Why am I obsessing about this? I am a very positive person, optimistic person. But when I... My mind runs a million miles an hour. I am. And so I've been doing a ton of work, like in my nervous system, in my mind, right up here, and trying to wrestle with my mind, be physically where I am, where my feet are. And so then that's the thing I'm really like working on. It's like a muscle. I'm really decent today, but normally I look like a freaking, that's it. I have got to figure out how to make my hair. I am sitting there trying to curl my hair, right, with this big, well, you gotta learn something. Because how you learn how close to hold a curling iron to your ear, you burn yourself. Probably won't account for right. 21 full days. Yeah.
and we focus on تويلا. لقيتوني دابا كملت فطرت بعد جمعت الكوزينه. ما صورتش لكم ديك البارت ديال الكوزينه فاش كنت كنقادها. المهم غادي نجبد شي حاجه صراحه حيت غادي نديرو الشواعط. الجو كيولا شوفوا ولا الجو غزال ما فهمتش كيفاش كيتبدل. غادي كيتبدل بواحد الطريقه خياليه ولكن المهم الجو ماشي بارد بزاف. غادي نحاول نلبس شي حاجه هكا بحال سوغبيت. نقدر نلبس سوغبيت نقدر نلبس صراحه والله ما عرفت دابا حيت جبت الحوايج ديال الصيف نسيت كيفاش كنت كندير ليهم التناسق ديالهم. فغادي نشوف دابا ترى شوفوا معايا هاي اللبسه ديال دابا لحت فوق مني هاد الجاكيت هادي نص نص فهمتوا ديال هاد الموسم. لتحت بول في البياض سروال تاي اوت غنلبس برديله بيان سو شي بانطوفا. شوفوا معايا هادشي كامل اللي كترفت ليا دوزتي الماكله في الطناجر وداكشي وفي الطباصل هنايا وفي دوك القراعي كلهم جمعتهم دابا باش نديهم ليها. براك جاي في الطريق داكشي اش انا وجدت باش ننزل ان شاء الله ونمشي ونصور لكم ان شاء الله تمايا. دونك اهم حاجه خصني نديرها وهي باش نجلس في شي بلاصه ونتحدث معاكم. بغيت غير نقول لكم اهم حاجه معاوله نديرها من دابا يعني كاينه في بالي باش ما ننساهاش وهي فاش غيحطوا لي زعما شي حاجه اما غنحط راسي. عرفتوا كاين هنا واحد الاضاءه في الشكل وجهي كيبان في الشكل زدت شويه في الاضاءه مي كيبان اللون ماشي هو داك. المهم ما علينا. قلت لكم الحاجه اللي مقرره نديرها اليوم وهي نحط لراسي الماكله انهم هما كيبغيو يكبروا بك زعما ويعمروا لك الطبسيل ولكن في نفس الوقت عندهم فلاكولتور ديالهم خصك تكمل داك الطبسيل كامل اللي قدامك. فانا ما نقدرش نفوت اللازم لانه عندي بروغرام دابا ديال السبور وديال الريجيم. بغيت غير نقول لكم واحد الحاجه انه ما تحشموش ابدا اللي حشم في اللي ضر الشيطان غره. ما تحشموش ابدا خصوصا في هذا البلان ديال الماكل لانه انا بسبب هذا البلان هذا تزاديت في الكيلوات بلاقيه. شوفوا راه خرجت لي هذه هي اللي خرجت. شوفوا هذه خرجت لي دابا راه خدامه عليها حتى هي كيدار لها المساج وهذا باش ما كتبقاش ما علينا. يعني قلت لكم ما تحش هذا الشيء. بقيت كنحشم حتى جفت في ضلوعي دابا فاش كنمشي نتريني وكنتادب وهذا كنتفكر دوك التباصل كنت شدني البكيه كنقول يا ريتني كون هضرت. داكشي علاش اليوم غادي يكون اول خطوه ديالي هي انني نحط لراسي الماكله ولا نقول لهم حطوا لي شويه الماكله لانه فاش كنكثر الماكله المعده ديالي ولفاتها. ها دابا وقالي فاش مشات الشمس تقاد اللون في الكاميرا لا لاحظتوا. اهم حاجه كاينه في الرياضه والناس اللي بغاو يديروا الريجيم هي خاص الناس اللي يكونوا ضايرين بكم يشجعوكم. ماشي نتوما باغين زعما ديروا الريجيم اتيو الالوان ديال الكاميرا. المهم ماشي نتوما باغين ديروا الريجيم والناس اللي حداكم ما كيشجعوكم. تخيلوا معايا انت كتبغي دير شي حاجه وما كحطوا حاجه اخرى وخصك تاكل وخصك زعما ما تخسرش ليهم وخصك دونك غتحاول تقول الفكره ديالك للناس باش يحترموا حتى هما زعما البروغرام اللي نتوما غاديين فيه وصافي. غادي ناكل داكشي بالقياس عيني ميزاني ما غاديش نكثر باش ما نخسرش الريجيم كامل. ولا بغيتو تمشيو عند الناس ديروا بحالي كل شويه قول لهم انا في ريجيم انا كل شويه غير حيت زعما باش ما نخسرش ليكم باش هكا تواضبوا. يعني اهم حاجه كاينه في البلان هذا كامل هو الديسيبلين. يعني الا ما كانش عندك ديسيبلين صافي راه ما كاين والو فهمتوا. غيجي شي واحد يحط قدامك واحد القصريه ديال الكسكسو واخا الكسكسو شوفوا تقدر تاكلو غير شي شويه ماشي مشكل زعما واحد شويه وتكثروا من الخضره تاكلوها ما يوقعش بزاف ماشي تدخلوا فيه كندخلوا حتى للقنه فهمتوا. خصنا انا فاش كنكون كنتوحش مثلا كسكسو اللي حط قدامي كسكسو راه كندخل فيه واحد الدخله خياليه. المهم صافي هادشي اللي كاين
بغيت غير نشارك معكم هذه الفكره هذه نيت بين ما جابوا راك نتحدث معكم ايوا صافي وديكم معايا ان شاء الله. عرفتوا راه هذا اللون كيبان لكم نتوما راه جا مزيان ياك، ولكن راه الاضاءه فاش كتبدل كيبين لي وجهي في شي الوان مخلطه راه ما عرفتش علاش. المهم نيسا تا هو مجهد الزرق هذا المجهد ما بغيت نمد عليك هذاك هاو بورك جا ياسو حكرت علي حكرت علي هزنا هذاك الشيء ايوا دابا غادي نمشيو ان شاء الله. جاب هذاك السيرفيس الكبير ديالهم غنمشيو فيه فهو تا هو راه غلط على فكره غلط بزاف. دابا راه لابس الكحل ما كيبانش غليظ اما هو راه غلط شي شويه ايوا قلا وين مشيت للغلط ساليش شحال ديما شفتو معايا راه حيت فاش كنكون النهار اللي كنكون كنصور انا كيكون خدامي النهار كامل يا في الليل ما المهم كتكون مخربقه الدنيا داكشي علاش ما كيبانش معايا بزاف غير مع الخدمه وسميتو. وفاش ما كيكونش خدام كنكون انا خارجه نقضي شي حاجه هذا هو السبب ماشي زعما ما كنبغيش نبينو معايا ما باغيش يبان معايا لا بالعكس bir şey demek ister misin? Mangal yapmaya gidiyoruz. Güzel evet. bir mangal olacak. Ailecek inşallah. Sağ camından çek camını aç. Dedem nerede? Evde mi? Ben namaza gitti eve. Buradaydı da. Ayşe'nin ağzı gelseydi. Anne ben çocuk etmediğim var mı oradan beraber? Şu vakitin ne ne derece ne darım? Ne ne hada darım şu fa sabah el blaza ya dideri oluyor al fox kaf hala kabul ud. Uver. Daha bitmedi dedi. Gidiyorum sonra size bütün kemle. Diye ki şu fili el varı da diyelim. Tümüce de şahıs mı el var? Renkli renkli bak. Şimdi hevlunin. Bunu mu satın aldın geçen? Boşuna dememişsin battınız diye. Bu ne? He? İflas şeyi çektiniz evet. ya. Bunları yıkayacağım. Tertemiz bunları dileceğim böyle. Ama çok güzel. Buna da çok bayıldım. Şuna? Bu arka planı mı oldu? Burada çok güzel bir gün çekilir. لما دول صافي دول لاغي فلور ديالنا ولينا نصور لكم فيديوهات باقي ما كملتش الموراي داش حتى هما قافي الحال خو صغار قال لي ما كتصورش لي الكلب ديالي ها ستارك ستارك اوتر Otur bu da mı? Yemek yiyor şu anda. De bakayım yakın ama Selim. Bak şimdi. Stark otur. Otur ha de ben şey filmi ekle gel İngiliz İngiliz. Ha Stark. Tony Stark. Bir diyelo hana. Ben de duyuyor diyelo. Ne? Ha tencere. Şu filmi şuna mı sorbin hana?
derin karavayla de Rafael vardı. Kişi ben huvaya hatır. Bahçe Survivor'a dönüştüreceğiz bu ağaçla. كل جاي يديروا بحال السرفايف ديك البرنامج اللي كنتفرج فيه وداروا هنايا دوك الروايد اللي ما بقاوش صالحين داروا اليوم هكا الوريدات سوينات الزقلوله كاين هنايا صراحه عندهم الحديقه زوينه شوفوا معايا هاد المشيشه المشيشه ديالها كتبان بحال ميته شوفوا هزيتها بحال هكا حيت كتبت غوت باقا صغيوره ها هو جوجو هذا ديك المشيشه ولاد هادي هاي almıyorsun tamam almıyorsun bırak almıyorsun nasıl almıyorsun ne alacak alıp götürecek ağzını al bunu gidecek şimdi mi aklına geldi كان هذا هو الفيديو ديال اليوم رجعت صراحه للدار لبس هكا سرفيت هكا خفيفه زعما ومرتاحه لانه جاو عندي بنت خالت بوراك يعني جاو معايا هنا جات تشرب معايا غير قهوه بين ما الاخرين خرجوا كاين شي عرس هنايا حدانا سميتو مشاو ليه هو الا بقيت كنشوفهم كنقولوا ويلي عاد تيكون كنا حنا وكان عندنا شي عرس كنبقاو نوجدوا هما لا النهار كل دوزناه في الشو وداكشي مشاو هما للعرس وسميت حتى لاخر لحظه وجدوا لبسوا 5 دقائق وخرجوا حنا كنبقاو نوجدوا داك الشيء وبشويه علينا اللي قلتو مزروبين فيه وحنا كنبغيو كلشي يكون على حقه وطريقه كل واحد الثقافه ديالو فهمتوا كل واحد وكيفاش مولف فوالا عتويت بزاف شوف راه باينه من عينيا غسلت حتى وجهي المهم طلعت عندك 10 دقائق غسلت وجهي لبست هكا شربت انا ويا قهوه ومن بعد جاوا فاش بغاو يديوها جات دوسي وخال بوراك وداكشي جلسنا معاهم دابا صافي غادي نلبس بيجامتي وغادي الناس لانه فريمون عييت غدا ان شاء الله كاينه واحد الحاجه زوينه ان شاء الله غير نبداها وراه غادي نبارطاجيها معكم فا يا هذا اليوم ما درتش سبور لانه كان عندي اوف نتمنى يكون عجبكم الفيديو تكونوا استمتعتوا معايا في الفيديو ان شاء الله نتلاقاو في الفيديو الجاي تهلاو في راسكم كنبغيكم بزاف بسلامه